ضيفنا مميز بدا وحلمه كان صغير بانه يكون مجرد عازف، كبر هذا الحلم واصبح مؤسس لفرقه ذا كونسرت، هذه الفرقه اللي اصبح لها شان جدا كبير على مستوى الكويت وعلى المستوى الخليجي وعلى المستوى العربي. بداوا في العزف على مقطوعات واغاني موجوده بالاساس وتطور هذا الاداء واصبح لهم معزوفاتهم الخاصه وتفاصيل كثيره اليوم بدنا نعرفها مع العازف المميز محمد صراف. حياك الله. الله يحييك يا محمد حبيبي. شكرا. محمد كلمنا عن اليوم محمد صراف كعازف، هل كان هذا الشيء مخطط له في السابق ولا صدفة؟ أمانة هو تبي ذا كونسرت كان شيء وعزفي كان شيء. نبي أول شيء العزف، فكرة أنك أنت تكون عازف. فكرة أني عازف يمكن كانت فيها أكثر من مرة، أن أنا بلشت بالعزف من أنا كنت من لما كنت بالمدرسة أيام الطابور ما الطابور وكذي، فتطور الموضوع لي صارت كلاسات موسيقى داخل المدرسة. حلو. فدخلت مادة الموسيقى وتطور الموضوع من شيء طابور الى اله فلي رسميه واجابلها كل يوم. شنو كانت الاله؟ كانت اول اله ان اختاروا لي اياها المدرسين الكمان. الكمان. عقب انا طبعا شيطان بالقسم اتحرش بالعود شويه اتحرش بالجيتار احب كذي نازل اكثر من اله. وهو معروف بين الموسيقيين انه مثلا اللي يعزف كمان يقدر يعزف عود. بعدين العود تقريبا يعني شيلته وكذي تغير نفس الجيتار. صحيح. فانت تروح تجرب الجيتار بعدين كبيانو هلا اساسيه تقدر تلعب عليها، عرفت؟ حلو. من هالالات كذي فصارت عندي يعني ان بالبيت انا اعزف بروحي. حلو. عقب جت فتره قلت انا متى بعزف بالبيت؟ خلينا ناخذها لي على قولتهم نكست ليفل. ممتاز. فبالصدفه انا كنت اشتغل بالكليه الاستراليه فحجزت المسرح مع الكليه. حلو. وبلغت رفيجي ايمن ان مثلا ابيها اليوم يكون متخصص حقي انا المسرح حقي كامل. ممتاز. قال لي ليش؟ قلت له بعدين تعرف. هني ايمن ما كان اي في ارتباط في بالفرقه نفسها، هني بس مجرد انت عازف بروحك. بالضبط. اي. حلو. وكانت الفكره اني اطلع بروحي، يعني انا اطلع اعزف بروحي على اكثر من اله وعندي انا موسيقاتي الخاصه اعزفها كباك جراوند. ممتاز. واعزف. اتطور الموضوع ان انا اكلم ناس عن طريق المواقع التواصل الاجتماعي. التواصل الاجتماعي. صحيح. ان مثلا اقول لهم ان انت تعزف بيانو ابيك معي، انت ناي ابيك معي، فكسرنا سبعه. ممتاز. بدال واحد. من هني كان اول واحد كان اسمه اصلا ام كيو اس شو، كان على اسمي انا. اسمك انت. اني بطلع بروحي كنت. صحيح. فما بغيت اغيره لانه ما كان في وقت اصلا طلع اسم. عقب صار في مجموعه فصار ما يصير ان الاسم ينتسب لي انا بروحي. ممتاز. فقعدنا مع بعض كنا فطلعنا اسم ذا كونسرت. حلو. قلنا ان الاسم قديم وما تروح موثه. صحيح. والاسم كلاسيك وحلو يعني. فهذه قصة الباند شلون بلشت من شيء يعني تقدر تقول صدفة، أما أنا كعازف مو صدفة. يعني أنت أنا بلشت وأنا صغير. صحيح. فطبيعي إن بشكل طبيعي أن أنا استمرت وأنا أكبر أعزف أعزف أعزف، فهذه مو صدفة، بس صدفة إن صارت الفرقة هي صدفة. شعور اليوم إنك أنت تكون عازف بروحك وبعدها تكونون كفرقة موسيقية، شعور مختلف ولا نفس الشعور لما تكون واقف بروحك أو مع فرقة موسيقية؟ قبل لما أعزف بروحي كان شعور. الحين لما اعزف روحي انا امثل ذا كونسرت، يعني مو انا مو محمد. اوكي. فلما الحين اعزف روحي انا قاعد امثل الباند اللي انا فيه. ممتاز. سواء كنت بروحي ولا كنت معاهم قبل. يس كنت انا بروحي. في اعضاء فرقه بالاعضاء فرقه ذا كونسرت في منهم اساسيين وفي منهم يعتمد على خلينا نقول الكونسرت اللي انتم مسوينه، صحيح هذه المعلومه؟ صح. احنا الاساسيين انا وفواز العنزي وعبد الله فاروق. ممتاز. احنا ثلاثه. جيتار بيانو كلارينت. احنا ثلاثه اساسيين. على حسب احنا الميكس اللي بنسوي، الخلطه التوليفه اللي بنسويها، شنو احنا شايفين بنسوي بالكونسرت اللي جاي، على حسب نطلب. ساعات نجيب كمانجات، ساعات نجيب الات سولو، ساعات نجيب مثلا الحين بالمستقبل نفكر نجيب مثلا الات نحاس اللي هي البراس. فتفرق من كونسرت يعني يعتمد على الكونسرت يكونوا الاعضاء. واحنا دائما نحاول ننوع بالالات، يعني ما نبي كل شيء ثابت ثابت ثابت، احنا الثلاثه دائما نطلع نطلع نطلع، نبي ننوع حتى الصوت يفرق حق الجمهور يستانس اكثر. صح. احنا شيء جديد عليه. محمد يعني شويه لو بنوضح الامور اكثر نقول بان الجمهور خلينا نقول تعود على انه يحضر حفله في فنانين يغنون مثل حفلات هلا فبراير وغيرها من الحفلات اللي قاعد تصير. صح. اليوم وجودكم كفرقه موسيقيه ما في فنان يغني، مدى تقبل الجمهور الكويتي بالتحديد لهذا النوع من الفن؟ ما هو غرور لكن ثقه بالنفس ان الحمد لله احنا كل كونسرت نسويه في تقبل من الناس ودائما سولد اوت. دائما حتى لو اخر يوم على مثلا اخر ساعات او اللحظه الاخيره على قولتهم نبيع التيكتس بس نفول. ما شاء الله. دائما نخلص. المجتمع مثقف بالاغاني
بس مو مثقف بالموسيقى كثر الاغاني، يعني في ناس تسمع موسيقى بس صحيح. بس طبعا الاكثريه تسمع اغاني. فحنبي نوري الناس ان ترى حتى الموسيقى حلوه مو بس الاغاني حلوه، وقدرتوا تحققوا حتى يعني الاغاني بقى. يعني خلينا ناخذها بواقع ان الاغاني مو حلوه بدون موسيقى، يعني تخيل واحد قاعد يطلع يغني بروحه صحيح. ما وراه فرقه مثلا او فالموسيقى هي تجمل الغنى. فانا شفت ان هالشيء الحمد لله توفقنا فيه، كان في قبول وكان يعني. في قبول الحمد لله. هي ترى كانت خطوه جريئه يعني صحيح، ان انا اطلع بمجتمعنا شوي محافظ ان شباب كويتيين يعزفون صحيح. اماكن بابليك وكونسرت وكذي، وفيها شويه ترى يعني ريسك ان صحيح. انا اطلع ترى احنا ما عندنا، احنا مو شركه، احنا ما عندنا مجموعه شباب يعني اي بالضبط، احنا مجموعه احنا قاعد نتعب قاعد ننسق كل شيء صحيح. ف يعني هذا التقبل اللي شفته هو اللي قاعد يخليني انا الحين مستمر وشجعك انت لازلت مستمر في الساحه الحمد لله. يمكن بعد فرقه ذا كونسرت قاعد نشوف انه في فرق موسيقيه كثيره بدات تخطي نفس الخطوات، خلينا نقول بان مجموعه شباب كويتيين بيعزفون، فرايك بهذه المحاولات اللي قاعد تشوفها اليوم من الشباب، هل يضايقك بان قاعد يعني بالعكس مثلا يقلدونكم ولا انت بالعكس قاعد تستانس؟ هي ماكو تقليد، هي ما في تقليد يعني نفس ما تقول واحد يبطل قهوه واحد يبطل قهوه، هو تقليد هو خلاص هو هاوي الشغله هذه، هو شايف نفسه بهالموضوع. مصورين ايش كيف في مصورين بالكويت صحيح، وايد مصورين بس لكن يمكن انتم شجعتوهم اي الموضوع انه هوايه يمكن احنا شجعنا فتحنا باب انه والله انت ترى كويتي ولا غير كويتي عندك فرقه اطلع اعزف ما هو صحيح يعني. واليوم خلينا نقول اصبح الموضوع مطلوب بشكل واضح سواء في المهرجانات او حتى خلينا نقول افتتاح اي مشروع جديد، صار في طلب باسم محمد صراف وخلينا نقول فواز بان تعالوا نبيكم تعزفون، الموضوع صار فيه رغبه يعني الموضوع صح. صار خلني اذا اصح التعبير نقدر صار ترند او هبه بانه يبون ان شاء الله تكون هذه الهبه مستمره وان شاء الله انتم موهوبين فاكيد راح تستمر. نتكلم عن كونسرت خارج الكويت، هذه ايضا نقول نقله صارت اليوم صح. انت كنت بروحك بعدها فرقه موسيقيه على المستوى المحلي، صار في نقله خارج الكويت ولكم زيارتين للبحرين اذا ما خانتني الذاكره، في لكم كونسرت مرتين رحتوا البحرين صح صح ولنا روحه بعد قطر ودبي ما شاء الله، فمكان لي مسؤول يعني باقي السعوديه وعمان ونغطي الخليج صحيح. فانا يمكن في ناس تخجل ان تقول انا اشارك بهالاشياء، بس انا كلش ما اخجل ان لما اقول مثلا ان بقطر ودبي انطلبنا بعرس ان نعزف كباك ستيج مثلا زف العروس ولا نعزف ساعات معينه قبل الله مثلا ني المطرب الاساسي او شيء، في ناس تخجل ان لا انا شلون اطلع بعرس انا كويتي ولا انا فلان اطلع بعرس، ترى ما هو عيب بالضبط يعني انت بالنهايه انت قاعد تقدم خلينا نقيسها كشباب اول شيء صحيح. انت ايش قاعد تطلع باك ستيج ما قاعد تطلع بنص الحضور صحيح. هذا واحد، فهذا يخليك تاخذ راحتك. اثنين شيء حلو حقك انه كسمعه انا بالكويت فرقه كويتيه انطلبت برا الكويت صحيح. احنا رحنا بالاسم طالبيننا حق عرس بدبي صحيح، وايد استانسوا الحمد لله يعني قبل الحفله وايد استانسوا المنظمين والاورجنايزرز مالت العرس استانسوا انه شلون ونسنا الحضور، طبعا احنا ما قاعد نشوف بس قاعدين لنا يعني قاعدين لنا فيدباك انه كان وايد الشغل حلو ممتاز. حتى الباند اللي عقبنا اياه اللي كان مع الفنانه اللي بتغني قال لنا شغلكم وايد كان يونس يعني انتم الحين احنا ايش بنسوي عقبكم؟ صحيح حلو ممتاز. اي حتى نفس الشيء بقطر كنا رايحين عرس، البحرين رحنا كونسرت خاص فينا ورحنا تقريبا كان مثل سبيشال جاذرينج سبيشال يعني برايفت دينر، فرحنا احنا من كباك جراوند ميوزك مع الدينر وكذي، وكان معنا بعد زملائنا من تركيا. فيعني انا هالشيء هذه ما اخجل اني اسويها، في ناس تقول لك اوكي انا اعزف بس اعزف حقي حق روحي، اعزف بالبيت اعزف باستديو اعزف، لا بالعكس انت اعزف بالبيت استديو ما راح يطلعك حق الناس، خلي الناس تعرفك خلي الناس تعرف انت شنو تحب شنو قاعد تسوي، وهذا بحد ذاته نجاح وانجاز. مستمرين معك محمد اكيد، لكن مشاهدينا نطلع هذا الفاصل، وقبل الفاصل مذهبين لك احنا مقطوعه موسيقيه وبعدها بنطلع فاصل شوفوا مع بعض. رجعنا لكم مشاهدينا مع ضيفنا محمد صراف. محمد سمعنا من مصادرنا بان ان شاء الله في البوم جاي قريب، كلمنا عن هذا الالبوم. الالبوم يمكن وانا صغير كان عندي حلم ان انا يصير عندي باند واعزف معاهم صحيح، عقب ما صار عندي باند صار عندي حلم ان يصير عندنا احنا البوم باسم ذا كونسرت. فالحمد لله يعني توفقنا بالفتره اللي طافت وحصلنا تايم مع موزعين مع ناس موسيقيين باستديوهات، وقدرنا ان تقريبا من اول رمضان لامس خلصنا الاساس ممتاز مال اختياراتنا وعدد التراكات ايش كثر ومن راح يوزع الشغل، من راح ينفذ الشغل، وين راح نركب، وين راح نسوي كل شيء، خلاص امس خلصنا كل شيء. من الموزعين؟ الموزعين اول شيء صرنا الكبير
ربع صيداوي نوجه له تحيه اكيد وصهيب العوضي ومنتظر الزائر نوجه لهم تحيه. وهذا التعاون اول مره يكون معكم ولا في تعاونات مختلفه؟ لا امانه كالبوم كذي او يعني خلينا نقول مع ربيع ومنتظر اول تعاون بس مع صهيب هذا يمكن ثاني ثالث تعاون انه يشتغل معنا كشيء موسيقي وامانه ما قصروا معنا كل ما نبي منهم شغله ما يقصرون معنا كلهم والله. ممكن نشوف كليب مع وجود هذا الالبوم يعني اليوم في كم تراك الالبوم راح يكون تقريبا؟ تقريبا 14 تراك 14 ممكن نشوف البوم ممكن عفوا نشوف كليب راح تسوونه؟ هو المفروض انه يصير كليب وانت تو تقول مصادرنا فاكيد تعرف عندنا مصادر. كنت قاعد اكلم واحد قاعد يقول لي ان انا عندي لوكيشن حلو ونبي نسوي فيديو كليب فبدي كليب ما بدي كليب قاعد اقول له ان شاء الله بس خلينا نضبط التراكات الفاينل يصير عندنا شيء جاهز ونسوي فيديو كليب ليش لا فيعني من الخطط انه يس راح نسوي ان شاء الله راح تكون خطوه حلوه خاصه اليوم السوشيال ميديا يساعد على انتشار هذه صح. الافكار عندنا صح. فقره دائما نجهزها لضيوفنا جاهز جاهز مجهزين لك فقره صور راح نشوفها مع بعض ونتكلم عن الصور الموجوده ونشوف اول صوره هذا محمد انت ها هذا انا بلندن اي نرجع مره ثانيه كنت بلندن هني بسنه 94 هني كنا بلندن 94 94 اليوم لما تشوف نفسك تشوف نفسك وانت صغير اليوم شنو ودك تقول حق هذا الطفل الصغير اللي كان قاعد بلندن عمره 3 4 سنوات ما ادري بس يعني ودي اشوف ولدي بنفس المكان وان شاء الله ولدي يكون عنده طموح مثل طموحي يعني انا شيء حلو انه واحد يكون عنده طموح ويسعى لها ويحققها فان شاء الله المستقبل يصير عندي عيال ويصير عندي ولد وكان ولد او بنيه ويصير عندهم طموح ويصنع حق شيء اللي هم يبونه باذن الله ان شاء الله نشوف الصوره الثانيه الانين وعبد الله طارق وفهد السالم حبايبي في تعاون دائما معاهم حبايبي هذي اللي سبب هذي الثلاثه اخواني اكثر من ربعي يعني كذا كونسرت نطلع مثلا نعزف نقول لهم والله نبيكم فقره تغنون معنا نبيكم بسجمنت تغنون معنا او نبيكم كلكم ما يقولون لا متعاونين متى شلون شو انت بيغني متى نجيب روفا وين مكان شلون طريقه يدزوا لنا البوست عشان نحطه عندنا انستغرام حلو على طول يعني ما يقصرون معنا يعني في تعاون جدا كبير بينهم وايد متعاونين معنا وايد حبايبي هذول صدق يعني الصوره هذه انا نزلتها عقب كونسرت شهر 3 سنة طافت وايد استانست منهم يعني الناس استانسوا ان شلون هم بالنهايه كلهم غنوا مع بعض وغنوا بطريقه وايد حلوه ما ادري يعني كثر ما اقول مشكورين ما راحوا فيها لكم يعني. اكيد نوجه لهم تحيه ونشوف الصوره اللي بعدها مع بعض كاسياس سر علاقتك مع هذا الحارس والفريق نفسه يمكن ترول فول يقولون انت يمكن انتم ربع فما ادري اذا انا ويا ربع والله يا ريت انا ويا ربع بس صورت معاه يعني صورت معاه بالكويت صحيح صورت وياي كازياس يعني يمكن في ناس تدري اني العب كره بس ما تدري ان انا اساسا حارس فمن وانا صغير اشوف كازياس انا يمكن وعيت على الكره مع كاس العالم 98 عقبها شوي قاعد اتعود على الكره اتابع مدريد وما مدريد فانا مشجع ريال مدريد وهو كان حارسهم فان شيء طبيعي ان انا راح احبه لان انا حارس وهو حارس فريق اللي شجعه فتشوف انه هو الحارس فحبيته سواء كان زين ولا مو زين بس يعني الحمد لله بالفتره اللي طافت الشيء اللي انا احبه صار من احسن حراس العالم صحيح. وعقب اعتزل وعقب انا طبعا زعلت لما طلع مدريد بس يلا ما عليك بس دامك مدريد الامور طيبه ان شاء الله ان شاء الله نشوف بعد صوره للفقره هذه الصوره اظن هذا اول عمل كان يجمعكم كفرقه هذا ثالث كونسرت لنا بس اول كونسرت يكون معانا خلينا نقول ضيف او 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 موسيقي وايد مشهور اللي هو اي تاتش العازف التركي عازف قانون بالنسبه لي هذا كان احلى كونسرت اختيارنا الاغاني بروفاتنا الجمهور كان عجيب المكان كان حلو كان ملموم انا كله اتناقش مع الشباب يعني شباب الكونسرت اقول لهم هذا عندي احلى كونسرت سواء كان اختيار الاغاني ولا ادائنا ولا عشان اي تاتش معانا استفدت منه خبره هو استانس معانا يعني وكان وايد مميز بالنسبه لي انا ممتاز الحين بقول لك اسم وبيك تقول لي ايش كثر يعني لك هذا الشخص فواز العنزي فواز العنزي سبب نجاح ذا كونسرت حلو
فواز لنزي هو احد اعضاء الرئيسيين في الفرق. طبعا من غيره انا اقولها يعني ان كان ما نجحنا از ذا كونسرت. يعني فواز مخ وايد نظيف موسيقيا، في كيمستري بيني وبينه، بدون لا نكلم بعض صحيح. يعني بدون لا نكلم بعض سواء كان على الستيج ولا بروحنا قاعد ننزل في استديو ولا بدوانية ولا وات ايفر اي مكان صحيح. ترى في شيء يمكن غلط اني اقوله ولكن انا ما راح استحي اخجل اني اقوله، ترى احنا ساعات نطلع بدون بروفه انا فواز بنعزف كثر ما في انسجام واضح، في كيمستري يعني. بيني وبينه خلاص اقول له فواز نعزف من المكان ويقول لي المكان طالع طالعني خلاص نمشي الشغل ونمشي مو على قولتهم يعني تمشون بابداعكم وافكاركم يعني يمشي بس بينكم. يمشي حلو صح. لان انا وياه واثقين ان انا وياه نسجل مع بعض في كيمستري في هذا الميوزك كيمستري. انت لو تكلم اي واحد موسيقي راح يفهم انه في كيمستري بين الميوزيشنز، انه يدري هذا وين بيروح وين بيعزف شنو بيسوي. فهذا الشيء وايد احنا كمشاهدين اليوم وكحضور، انا حضرت احد اكيد الكونسرت اللي سويتوها، في انسجام واضح بينك وبين فواز والله يتمم هذا الشيء. لكن الموضوع انتقل الى اول شيء، طبعا انت رسيديت فنبارك لك الزواج الله يتمم عليك يا رب. ففكره الاغنيه ما بعد قربك قريب وما بعد حبك حبيب، كلمنا عن هذه الاغنيه ويعني شنو قصتها؟ قصتها انا كموسيقي وكعندي ربع بالمجال الموسيقي والمجال الفني، قلت انا اذا تزوجت ما راح اطوف الليله هذه على خير. يعني قلت لازم استغل ربعي اللي في كاتب في موزع، طبعا نوجه لهم تحيه براك المطوع وفواز العنزي ومحمد شريده، اكيد نوجه لهم تحيه. هم اللي سووا لي الاغنيه هذه، محمد شريده كتب الاغنيه، فواز لحنها وغناها، وبراك المطوع هو اللي وزعها. فانا قلت لهم صراحه انا يوم ملكتي او يوم عرسي فابي اغنيه خاصه حق زوجتي. صحيح. فما قصروا ما قالوا لا، وسوى لي شيء صراحه انا يعني انا كنت اتوقع يعني شغل اقل من كذي كواليتي، يعني توقعت انه شغل مرتب بس شغل كله بالكويت، طلع دازينه برا وتوزيع ولويا وكذي، يعني امانه ما قصروا معي. هذه قصتها يعني، لان انا كنت ابي شيء سبيشل، ابي استغل المجال اللي انا فيه كموسيقى او كموسيقي، ابي استغل المجال اني اقدم شيء حق سبيشل حق مرتي. اكيد الله يتمم عليكم يا رب. اذا بس السؤال المهم يمكن شلون خلينا نقول رده فعلها مع الاغنيه، كانت يعني عجبتها الاغنيه الكلمات بكت فانجزت الفكره بشكل انا سويت اللي ابي، انا كنت اشوف دموع كنت بشوف وشفت. ممتاز. اذا بنتكلم اليوم عن الكونسرت في خلينا نقول محور ثاني، اليوم الكونسرت ما شاء الله سولد اوت، فاكيد في اشخاص مجهولين وراء نجاح هذا المشروع او هذه الفرقه، مو بس اللي على الستيج، من الاشخاص اللي قاعد يستلمون المكالمات، قاعد مثلا يضبطون موضوع التذاكر، يعني هذه الامور كلها، يعني هل في شخص مختص بهذا الموضوع؟ في على كثر ما اقول له مشكور مشكور مشكور، يعني ما راح اوصل حق اللي انا ابي او هو اللي يستاهله. يعني ايمن هو اللي ينسق كل شيء من A to Z. صحيح. احنا علينا نروح بروبات ونروح يوم الكونسرت او قبلها بيوم نلاقي كل شيء جاهز، اكيد نوجه لنا كل شيء من اضاءه صوت ستيج قاعه ترتيبات كراسي ما كراسي حجوزات تذاكر كل شيء. تخيل هو شخص واحد يرتب كل هذا، هو الجندي المجهول، وانا الجندي المجهول وانا معتمد عليه ويعني اثق فيه اثق فيه من 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 اول من اول امسيه سويناها للمستقبل، انا راح اثق فيه لانه هو قد المسؤوليه وقاعد يسوي شيء يعني يمكن اربع خمسه ما يسوونه، بس لانه هو شخص واحد قاعد يسويه فانا اثق فيه. وكل مره قاعد ما احاتي خلاص ادري خلص. ايمن 1 2 3 اوكي ممتاز. اكيد نوجه له تحيه ايمن، وهو مميز اكيد في أيمن تنظيم الكونسرت. ايمن انسان عجيب يعني برا الشغل حتى انسان عجيب، قلب ابيض، وايد خوش ادمي. صحيح. فاذا بنتكلم الحين عن جانب السوشيال ميديا، ما شاء الله عندك متابعين ولا زلت محافظ على الكاريزما اللي الناس عرفوك من خلالها محمد صراف اللي يعزف، ما مشيت في خلينا نقول مجرى البعض اللي هو راح يسوي اي شيء من اجل الشهره، فتمسكك في مبدئك هذا وانك انت توصل للناس بان انا عازف وانا موجود بالسوشيال ميديا عشان ابين لكم هذه الموهبه، ليش تمسكت بهذا الموضوع بالمقابل كنت تقدر تنشهر بطريقه ثانيه خلينا نقول؟ لان يعني الشهره معناتها رقم، انا الرقم ما يعني لي، انا لو عندي 1000 متابع وكلهم يوني ذا كونسرت انا سويت لي ابي، انا ابي متابعين يدرون ان انا بيكون عندي كونسرت يوم الفلاني بالمكان الفلاني يوني او يسفسروا عنه. اذا ابي بس رقم فكل الناس تقدر تتصرف. صحيح. انا ما يهمني الرقم، انا ما كل يوم اشوف كم واحد تابعني كم زدت،
يمكن اللي يشوف يعني الاكونت مالي قاعد يشوف ان انا قاعد انسل قاعد انزل عزف صحيح بنسبه 95% صحيح و5% خلينا نقول لايف ستايل مالي او اشياء مثلا ساعات فيديو يضحك ابي انا اشارك ناس فيه او شيء خاص فيني بس ما هو بغرض الشهره يعني انا لما احط مثلا احط فيديو مو عزف فيديو مثلا ضحك انا كنت ماخذ من اكونت ثاني منزله ولا شيء ولا اكونت ثاني غيري منزله فشيء مو جديد عرفت انه عشان شيء يشهرني انا بس عزفي اي اللي يحب الموسيقى قاعد يتابعني لان انا هي الرساله الاساسيه اللي تبي تظهرها في السوشيال ميديا بالضبط ممتاز بالضبط. واتوقع انت حققت هذه خلينا نقول الرغبه والرساله والناس كلها بدات تكون على قناعنا محمد صراف عازف والامور الثانيه تجي بعدها بالضبط محمد صراف كلمه خيره حاب تقولها لمشاهدينك فتفضل اول شيء نشكر قناه الراي ونشكرك انت على الاستضافه الحلوه ان شاء الله نكون ان شاء الله كنت اتمنى ان اكون كنت ضيف خفيف عليكم وبس يعطيكم العافيه مشكورين نورتنا يا محمد وان شاء الله الوعد قريب مع الالات الموسيقيه مثل ما اتفقنا ان شاء الله باذن الله ان شاء الله مشاهدينا هذه كانت حلقتنا وابداعات الشباب في كل مجال دائما هذا مكانهم في رايكم شباب نلقاكم على خير ان شاء الله مع السلامه